بلشنا دبليو موتورز ب 2006 كأول شركة عربية لصناعة السوبر كارز والهايبر كارز. طورنا ب 2015 الفان تو رايد ديفيجن تبعتنا يلي هي الالكتريك كارز تحت اسم ايكونيك موتورز. أسسنا شركة بتشاينا، مشينا بالماس برودكشن بالصين مع شركات عديدة هونيك لنصنع تقريبا مليون سيارة فول الكتريك اسمهم SPVs يعني سمارت باسنجر فيكلز، بيجوا 4 باسنجر، بيجوا 6 باسنجرز، بيجوا 7 باسنجرز. من هالبلاتفورم اللي خلقناها طلعنا بفكرة نطور كمان التكنولوجيا لقدام بعد شوي ونعمل سيارات فول اوتونومس ليكونوا أول ليدرز بالعالم بالاوتونومس درايفنج. والال 5 طلعناها هلا يلي طالعة قريبا على الطرقات هي أول ليفل 5 يعني سيلف درايفنج كار بالعالم طالع من بلد عربي لتصدير العالم الكبير. ميوز L5 ايكونيك انطلقت بمعرض شنغهاي 2019 كورلد بريمير للعالم يشوف الفيوتشر فيجن تبع ال L5 اوتونومس كار. البروتوتايب اللي موجود معنا هون لاول سياره صنعناها طبعا عملناها من كاربون فايبر واستخدمنا ماتيريال كثير متقدمه للحاضر اليوم لنعملها بسرعه وطبعا بطريقه مميزه جدا. بالداخل استخدمنا كثير فابريك، في عنا جلد طبعا حطيناها بعده محلات بالسياره لفرج اللكجري تبعيتها، الخشب اللي بالارض كمان، الكوبر اللي دخلناه كمان بالاكسنس تبع السياره، بتعطيها هالميزه باللكجري وبالتكنولوجي كمان ليفوتوا مع بعض بالسياره هيدي. الحلو بالديزاين الاوتونومس كارز انه بطلت سياره، صارت بوكس سبيس. اليوم عم نشوف نحن كونفيجريشن البزنس اللي هي تو سيتس بوش بعض بيلفوا السيتس كمان الكتريك سيت، في يكون اشخاص قاعدين من قدام اشخاص قاعدين من ورا، كل واحد عنده سكرين سبعه له. البواب الجولوين دورز اللي حبينا نحطهم بالسياره هذا كان تشالنج كبير لكل الانجينيرز، وهذا اوفيشلي اليوم اكبر برودكشن باب بالعالم صنع لليوم 3.2 مترز بيفتح جولوين لفوق فول الكتريك هينج. It was a big challenge لنا والحمد لله نجحنا فيها، وهيدي حتكون أول سيارة برودكشن تطلع على الطرقات مع باب مثل هيدا، وإن شاء الله تفوت بالجينيس بوك كمان كأكبر باب بالعالم. فيها سيلف تشارجينج مع الكور سيستم بقلب الدوليب، يعني لما يكون في انرجي بريكنج لحالها بتعبي البطاريات وبتمشي فيها. نحن متخيل من هلا لل 2023 يا 2025 الطرقات حيكونوا مجهزين بانفراستراكشر متقدمه ليعبوا السيارات هن ماشيين كمان على الطرقات اوتوماتيكلي من الزفت بقلب البلاتفورمز الموجودين بقلب الطرقات. بالبرفورمانس الثاني كسبكس في عنا نحن اول شركه بارتنرشيب مع مايكروسوفت بالعالم لنخفف وزن بقلب الستورج سبيس تبع السياره، كله صار بالكلاود سولوشن بالموبيليتي بالكلاود. لما تقربي عليها للسياره تطلبي بالابلكيشن تيجي تاخذك السياره مع فيشر ريكوجنيشن تفتح لك الكلاود سبيس وتعمل لك اياهم ابلود بقلب السياره هيدي ال5 ميوز. ساعتبره بعد اسبوع وصلنا على الاجتماع تبعنا خلصنا بس كنا ببلد ثاني بسان فرانسيسكو، فتحنا الابلكيشن وطلبنا السياره كمان تيجي تاخذنا من محل ما كنا. اول ما توصل سياره ثانيه ال5 ميوز اللي هي مش نفسها اللي كانت اخذتنا بدبي بتعرفي كمان بالفيشر ريكوجنيشن تفتح لك الكلاود تعمل لك ابلود نفس السياره اللي تركتيها بدبي بس كانت بسان فرانسيسكو، وبتعرفي حالك انه هيدي سيارتك بلا ما تكون تملكيها فيزيكلي. اشخاص بالمستقبل ما حيملكوا سيارات، يعني نحن بنتخيل انه هدول السيارات حيطلعوا مشان شير موبيليتي، شير موبيليتي لانه بتصيري انت تملكي السياره بالكلاود مش فيزيكال على الطريق. هدفنا كمان بال 2023 ما حنبيع السيارات، حنعمل اوبريتنج للسيارات هدول. هالسيارة هيدي بتفوت بمنافسة أكبر شركات السيرفيسز، يعني السيارة هيدي فيها تكون مجهزة كميتينج روم، فيها تكون مجهزة كأوضة نوم، لما حدا بده يحجز السيارة بيحجزها ساعتها بالساعة. الـ
ال5 حنبلش صناعتها بدبي، هون هتكون اول سياره مصنعه ببلد عربي في الاوتونوموس، وحتكونوا جاهزين 5 ل 10 بروتوتايبس مهلا للاكسبو 2020 ماشيين على الطرقات بكنترول انفايرمنت. حيعملوا تيستينج بمصدر سيليكون اويسس بدبي ساوث لنأكد انه السيارات ماشيين على الزونينج المتطلبه بالاوتونوموس درايفنج. As we speak, عندنا المصنع نبني بدبي، أكيد باستعانة الشركة العالمية أكا تكنولوجيز، ماجنا شتاير ومايكروسوفت وأكيد آيكونيك ودبليو موتورز سوا لنصنع أهم وموست أدفانس أوتونومس كار بالعالم.